الأستاذ العادل إسماعيل عوني، رئيس لجنة التواصل بمجلس الجهوي لعودو المكناس وعضو فيه أيضا. نحن اليوم نخوض إضراب وطني دعت إليه الهيئة الوطنية لعودو المغرب كمجلس جهوي باستئنافية مكناس. ننظم هذه الندوة من أجل يعني تنوير الرأي المحلي والوطني كذلك بمطالب السادة العدول المفصلية واللي انتظروها لمدة سنوات، ومن ضمن هذه المطالب يعني الملحة حق الإيداع اللي تفاجأنا بأن السادة العدول يعني سيحرمون منه، ونطالب كذلك بقانون منصف لنا ولكي نمارس يعني مهامنا بأريحية كباقي المهن المنظمة. وطالما ندى السادة العدول يعني بهذا القانون، وتفاجئنا مؤخرا يعني بتراجعات من طرف القطاع الوصي على هذه المطالب. ويمكن نضموا هذه الندوة هذا الإضراب لمدة أسبوع ولتحسيس يعني القطاع الوصي والرأي العام بهذه المطالب، ويعني لإنصافنا و يعني التراجع عن هذا المشروع القانون 1622 اللي هو نزل على السادة العدول كصاعقة على إثر تصريح السيد الوزير. وشكرا.